أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحافة الغد، نستعرض فيها أبرز العناوين والموضوعات التي حازت على اهتمام الصحافة المصرية، بالإضافة إلى استعراض أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري. نستهلها بالعناوين، وفيها من صحيفة اليوم السابع: الجماعة الإرهابية تضغط على أجهزة أجنبية للتدخل والإفراج عن شركائها. ومن الشروق نطالع: إجراءات مشددة لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة وحملات لمنع تهريب الوقود. من المصري اليوم مشاهدينا نطالع: مدبولي يتابع خطة تشغيل 49 مستشفى نموذجيا، وموافقة مبدئية على زيادة حوافز أطباء المناطق النائية. أما من الأهرام فنطالع خبرا رياضيا: أجيري الفراعنة لا يعانون هجوميا، ولا نفكر إلا في إقصاء جنوب إفريقيا. نبدأ مشاهدينا الكرام وأولى فقرات أو أولى هذه الاستعراضات من اليوم السابع، ونطالع كما طلعنا في العناوين: الجماعة الإرهابية تضغط على أجهزة أجنبية للتدخل والإفراج عن شركائها. ألعيب التنظيم الدولي للإخوان لإنقاذ خلية تحالف الأمل. مصادر مطلعة على التحقيقات تكشف التنظيم الإرهابي يستقوي بالخارج خوفا من اعترافات المتهمين التي تكشف معلومات وخطط الجماعة والدول المتعاونة معها. ومن تفاصيل هذا الخبر نطالع: في إطار التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في قضية تنظيم تحالف الأمل المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة والمتهم بها عدد من المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، أكدت مصادر مطلعة على التحقيقات في القضية أن التحقيق مع المتهمين توصل إلى عدد من المعلومات الجديدة والمهمة التي تكشف خطوة هذا التنظيم وخطورته والهدف الذي كان يسعى له ومن يقف خلفه. قالت المصادر المطلعة أن التحقيقات أكدت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية أجرى خلال الأيام القليلة الماضية وعقب القبض على أعضاء التنظيم لقاءات مع أجهزة أمنية تابعة لدول أوروبية ذات مصالح وعلاقات خاصة مع التنظيم، استهدفت حث هذه الأجهزة على التدخل والضغط على مصر للإفراج عن المتهمين في قضية تحالف الأمل. للتعرف أكثر مشاهدينا الكرام على هذه المعلومات التي تنقلها اليوم السابع، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء أهلا بك. أهلا بك أستاذ شهاب، تحياتي لك ولأسرة الإعداد وتمنياتي لمصر بالرفعة والسمو والمكانة العالية إن شاء الله. سيادة اللواء، يعني معلومات جديدة تكشفها اليوم السابع حول ألاعيب للتنظيم الدولي للضغط على شركاء وأصحاب مصالح له في أجهزة أمن أوروبية أو أجهزة أجنبية للتدخل والإفراج عن أعضاء خلية تحالف الأمل الذي ألقي القبض عليه منذ أيام، والذي كشف عن تعاون بين هؤلاء الأعضاء وجماعة الإخوان الإرهابية وبعض من أعضائها الهاربين في الخارج. كيف تنظر إلى هذه المعلومات التي تم نشرها الآن؟ شوف، أولا ضبط هذا التنظيم الإرهابي الذي يدعى تنظيم الأمل أو إحياء الأمل في جماعة الإخوان الإرهابية هو ضربة قاسمة لهذه العصابة الإرهابية داخل البلاد. ولما كانت تلك العصابة قد رتب لها ذلك مجموعة من أفراد العصابة الموجودين في إسطنبول وفي لندن، فقد قاموا بالضغط على شركائهم الذين يظهرون لأول مرة وضوح العيان. وإنني أشكر الأجهزة الأمنية المصرية والنيابة العامة أنها أعلنت أن هذه الأجهزة الأمنية الخارجية وأجهزة مخابراتية تتبع لعدة دول خارج مصر تريد الضغط على الحكومة المصرية وعلى أجهزة الأمن المصرية وعلى النيابة العامة للإفراج
عن المقبوض عليهم في هذا التنظيم الخطير الذي به من الإخوان ما به وبه من الإثاريين. ومعنى كلمة الإثاريين يعني ليسوا إخوان ولكن مرتبطين بهم، مستفيدين منهم ماديا واجتماعيا ووضعا داخل البلاد، بأنهم من ثوار 25 يناير. وكما اتفقنا أن 25 يناير كان بها ما بها وهي أضرت ولم تفيد، وإن الثورة الحقيقية التي حدثت في البلاد هي ثورة 30 يونيو المجيدة التي أعادت مصر إلى وجهها الحضاري الحقيقي وأنقذت مصر من براثن الجماعة الإرهابية المسمى جماعة الإخوان. وهذه الجماعة تحاول الوصول أو الوثوب إلى حكم مصر منذ تاريخ إنشائها، وهي تعمل دائما أبدا على هذا العمل من سنة 28 إلى يومنا هذا. ولنا فيما حدث منهم في موقعة ربعة وموقعة النهضة حينما احتلوا الميدانين واستنجدوا بأوباما في الولايات المتحدة الأمريكية في صيحات متتالية في أوقات متتالية، بالإضافة إلى الإشاعات التي بثوها هنا وهناك بأن الأمريكان قادمون وأن المراكب في عرض البحر وأن الطائرات تحوم حول البلاد إلى آخر هذا. ولكن الحمد لله الحكومة المصرية والرجل اللي على رأس هذه البلد لم يخضع ولم يخضع ولن يخضع لأي تهديد أو لأي ادعاءات أو لأي مساومات خارجية. صحيح. على أمن البلاد وعلى وضع البلاد. وهذا ما أثبتته السنوات والأيام القليلة أو السنوات الماضية. شكرا لك سعادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، وعذرا لضيق الوقت. نروح لخبر آخر مشاهدينا الكرام بيمس حياة كل مواطن مصري وكل ضيف موجود على أرض مصر، وهو الإجراءات الجديدة. وهنطالع من الشروق إجراءات مشددة لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة وحملات لمنع تهريب الوقود البترول. مجلس الوزراء يقر تحريك أسعار الوقود 80 ل 6 جنيه و75 قرش وبنزين 92 ل 8 جنيه وبنزين 95 ل 9 جنيهات. من تفاصيل هذا الخبر نطالع من الشروق كما نقلت. وصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شن حملات أمنية استهدفت مواقف السيارات لمنع التلاعب بتعريفة الركوب بعد إعلان الحكومة تحريك أسعار الوقود، إذ كثفت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم من وجود الخدمات الأمنية بمناطق مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس، وظهرت عناصر من قوات الأمن بمحيط المواقف الكبرى، وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة الحركة المرورية والخدمات السرية ومباحث المرور في المواقف لمنع استغلال السائقين للزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة زيادة من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية. وطبعا كان في اهتمام من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إذ تابع توافر المنتجات البترولية المختلفة بعد تحريك أسعارها للمرة الأخيرة، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة على سيارات النقل الجماعي والتاكسي، وده طبعا بعد إعلان وزارة البترول عن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود. خلونا نروح لموضوع آخر مشاهدينا الكرام، ولكن هذه المرة من صحيفة المصري اليوم، ونطالع مدبولي يتابع خطة تشغيل 49 مستشفى نموذجي وموافقة مبدئية على زيادة حوافز أطباء المناطق النائية. من تفاصيل هذا الخبر كما نقلته صحيفة المصري اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا حضره وزير التعليم العالي والصحة بالإضافة إلى مسؤولي الوزارتين ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشغيل عدد من المستشفيات النموذجية بالمحافظات وتحفيز الفريق الصحي للعمل خصوصا في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
ويؤكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجي على مستوى الجمهورية، 30 منها بتتبع وزارة الصحة، بالإضافة إلى 19 مستشفى جامعي بتتبع وزارة التعليم العالي. رئيس مجلس الوزراء كلف بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات التي ستقدم خدمات متميزة للمرضى إلى حين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وفي نفس الوقت تحفيز الأطباء للعمل بها. وطبعا احنا عارفين منظومة التأمين الصحي الشامل ابتدت من أول شهر 7 الحالي، وبدأت المرحلة الأولى فيها في محافظة بورسعيد. طيب خلونا نرجع مرة تانية مشاهدينا الكرام ونروح للشروق ونتابع منها خبرا آخر. التخطيط والتضامن تستعدان لإطلاق حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، توجيه 5,200,000,000 جنيه استثمارات للصعيد ومليار و300 مليون جنيه للقرى الفقيرة، تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بتكلفة 1,100,000,000 جنيه الشهر الحالي في 87 قرية. من تفاصيل هذا الخبر زي ما نقلته صحيفة الشروق، الخبر بيقول عقدت وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة التضامن الاجتماعي اجتماعا تنسيقيا استعدادا لإطلاق مبادرة حياة كريمة ولمناقشة آليات التنسيق على المستوى المركزي والمحلي، بالإضافة إلى دور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة. وزارة التخطيط أكدت اهتمام الدولة بخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية في المحافظات في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن، بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة بتحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن. طبعا المبادرة دي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية العام الحالي عام 2019. خلونا نروح مشاهدينا إلى خبر آخر وموضوع آخر بيهم أيضا الكثيرين، ولكن هذه المرة الخبر من صحيفة الوفد، ونطالع السماح لأقارب الدرجة الأولى بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بدلا من المرفوضين. من تفاصيل هذا الخبر، وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير مستفيدين من أقارب من الدرجة الأولى بديلا للمتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المشروع القومي السابق 2008 بمركز الزقازيق للإسكان 2006 بمحافظة الشرقية، والمرفوضين من جهات التمويل لتجاوزهم سن 50، مع تطبيق جميع شروط البرنامج على المستفيد البديل وفقا للمحددات الحالية لمشروعات البرنامج، والتعامل وفقا لتلك الآلية في حالة طلب أي من المحافظات الأخرى تطبيق ذلك أيضا. مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق أوضحت أنه تمت الموافقة على طرح فائض الوحدات السكنية المتاحة للصندوق وفقا لبروتوكولات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للبيع للمصانع والشركات الخاصة، وده لاستخدامها في تسكين العاملين بها تيسيرا على العاملين من خلال توفير الإقامة لهم بمسكن ملائم قريب من أماكن أعمالهم، على أن يكون ذلك وفقا لشروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وفي حالة عدم تطابق تلك الشروط يتم البيع بالسعر الاستثماري. طبعا ده في إطار التيسير على كل المستفيدين من مشروع قومي زي مشروع الإسكان الاجتماعي اللي الدولة بتعمل على النهوض بفئة مهمة في المجتمع. طبعا بيشرف عليها أولا بأول الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا في خلال السنوات القليلة الماضية وحتى وقت قريب كان في افتتاح لمشروعات جديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي اللي موجودة في كثير من مدن ومحافظات الجمهورية، وده طبعا بنستهدف بيه الفئات الأولى بالرعاية وفئة من محدودي الدخل والشباب اللي لسه بيبتدوا حياتهم، وده طبعا في إطار تيسير الدولة لحصول الشباب على هذه الوحدات السكنية حتى يكون حقهم في
الحصول على مسكن ملائم موجود لهم بحكم الدستور والقانون والحياة والإنسانية بصفة عامة. طيب خلونا مشاهدينا الكرام نروح لصحيفة الأهرام ونطالع خبر بيهم الملايين من المصريين وهو خبر رياضي ونطالع أجيري الفراعنة لا يعانون هجوميا ولا نفكر إلا في إقصاء جنوب إفريقيا. أحمد المحمدي يقول طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الإفريقية وأساهم في حل المشاكل بالمعسكر. مدرب جنوب إفريقيا يقول الجماهير سلاح ذو حدين ومصر والمغرب الأفضل بالبطولة. طبعا مع الأسف المغرب خرجت النهاردة في مباراتها قدام بنين بضربات الجزاء الترجيحية وكنا نتمنى تكمل معنا في البطالة في البطولة. وطبعا في المباراة الثانية السنغال كسبت أوغندا برضو وكده السنغال هتلاعب بنين في دور الثمانية. طبعا بنأسف لخروج منتخب عربي شقيق زي المنتخب المغربي من البطولة ونتمنى التوفيق طبعا للمنتخبات العربية اللي فاضلة في البطولة مصر وتونس والجزائر وإن شاء الله يحققوا نتائج طيبة في هذه البطولة وفي الأدوار الجاية. مشاهدينا الكرام برضو من تفاصيل هذا الخبر حننقل برضو ان أجيري قال ان هو بيتم المتابعة اول باول زي ما الأهرام قالت وقال ان المفروض المنتخب يلتقي المنتخبين بعد 21 عاما من المواجهة المثيرة بينهما في نهائي كأس 1998 ورغم الفارق الكبير بينهم حاليا في الإمكانات والخبرة والترشيحات فإن كليهما بيرفع شعار الفوز بالمباراة. طيب خلونا نتعرف على المزيد حول هذه المباراة وفرص كل فريق في تحقيق الفوز مع الأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي. أستاذ عصام أهلا بك فهم. أستاذ عصام شلتوت يبدو في مشكلة في الصوت مع الأستاذ عصام شلتوت هنحاول معاودة الاتصال به وحتى يتسنى الاتصال بالأستاذ عصام. طبعا صحيفة الأهرام عاملة ملف عن هذه المباراة ومن ضمن تفاصيل اللي نقلتها صحيفة الأهرام إن بتقول المكسيكي خفير أجيري استقر على الدفع بالعناصر الأساسية من أجل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة لا تسمح بإجراء اختبارات أو تغييرات في التشكيل. أيضا أجيري حرص على عقد جلسات نفسية مع لاعبي المنتخب وحثهم على بذل قصارى جهدهم خلال اللقاء مع جنوب إفريقيا الصعب خاصة أن الجماهير لن ترضى إلا بالفوز والتتويج ببطولة أمم إفريقيا طالبا منهم الرد في الملعب بالفوز نتيجة وأداء وهو ما وعد به اللاعبون بتحقيقه في مباراة يوم السبت إن شاء الله بكرة على أن يكون تشكيل الفريق كما نقلت صحيفة الأهرام. محمد الشناوي في حراسة المرمى هيكون قدامه أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وفي الوسط محمد النيلي وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وفي الهجوم هيكون مروان محسن. طيب خلونا نرجع مرة تانية مشاهدينا الكرام إلى الناقد الرياضي الأستاذ عصام شلتوت. أهلا بيك أستاذ عصام. أهلا بحضرتك. اولا فرص الفوز لمصر او جنوب افريقيا في مباراه دور ال 16 يوم السبت حضرتك بتتوقعها ازاي يا فندم؟ لا طبعا اتمناها اولا انها تكون ملائمه لحجم الجهد المبذول من كل يعني من هو مسؤول عن البطوله وبالتالي منتخبنا والجهاز الفني ايضا لانه الحقيقه لاعبتنا عندهم احسن من كده يقدروا يطلعوه وعندهم كمان يعني نموذج للمفاجآت التي بدأت اليوم أمام المغرب من بنين وبالتالي لا وقت لدينا يعني للتوقعات. احنا محتاجين نلعب بشكل مختلف، احنا محتاجين لعبتنا تأكد على ثقتنا الكل فيهم إن شاء الله وبالتالي أتوقع أن منتخبنا له يد طولة نظريا على الأقل لأنه منتخب جنوب أفريقيا منتخب بيلعب كورة ولا يحمل سمات يعني التجارب العديدة. صحيح عندهم منتخب جيد لكنه لا يمتلك نفس خبرات المصريين.
بس بعد اللي احنا شفناه النهارده في ماتش او اول ماتشات دور ال 16، ماتش المغرب وبنين، وفوز بنين على المغرب بضربات الجزاء واقصاء فريق قوي زي المغرب، كان المركز الاول في المجموعه بتاعته، وبنين كانت يعني ما فازتش ولا ماتش في الدور الاول، كلها تعادلات، وحتى المباراه اللي هي اقصت المغرب فيها اقصتها بضربات الجزاء وكانت متعادله معاها، فالكل خايف من وجود اي مفاجآت زي ما شفنا في مباراه بنين والمغرب. ما ده اللي قلته لحضرتك ولمشاهدي التلفزيون العظيم المصري، لانه المفاجآت بدأت، وبالتالي ربما جاءت مباراة المغرب وبنين لتفتح الرؤية 100% لمنتخبنا لاعبين وجهاز فني، علشان يعرفوا ان القادمين خاصة اللي بيمثلوا يعني نموذج الجيادة السوداء، ما بقاش زمان كنا نقول ده الجواد الاسود، النهارده في اكتر من فريق بيعبر عن نفسه، اكنهم اوغندا حتى لو لم تفز على السنغال لكنها قدمت مردود غير عادي يعني. وبالتالي انت تقدر تقول انه ممكن يكون ده مش عظه ولكن تذكير بان كره القدم تتطلب الجهد جنبا الى جنب مع المجهود اللي عامله منتخبنا، وايضا نموذج ثقه لاعبينا في انفسهم عليهم انه يظهروه، لانه تاني باكد على نفس الجمله، المفاجات بدات ولن تنتهي. شكرا لحضرتك استاذ عصام شلتوت النقد الرياضي، وطبعا نتمنى الفوز لمنتخبنا والصعود الى دور الثمانيه ان شاء الله، وما نوصلش لاشواط اضافيه او ضربات الجزاء وننهي المباراه بالفوز ان شاء الله في الوقت الاصلي ليها. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى ختام حلقه النهارده في صحافه الغد، بكره ان شاء الله فريق عمل جديد وحلقه جديده من صحافه الغد، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والى اللقاء.